هل يجب عليك طالب علم أن أقرأ كتاب التوحيد؟ لا، يجب لا يجب، لكن ماذا تقصد بكتاب التوحيد؟ كتاب التوحيد اللي في صحيح البخاري سنقرأه إن شاء الله تعالى. أم تريد كتاب التوحيد لمحمد عبد الوهاب؟ لا، لا يلزمك أن تقرأ كتاب التوحيد لا للبخاري ولا لمحمد عبد الوهاب، حتى القرآن الكريم يعني من حيث الوجوب، إنما يجب عليك أن تحفظ من القرآن ما تقيم به صلاة، أن تقرأ من القرآن ما تقوم به الصلاة كالفاتحة. أما وجوبا لا يجب، لكن ما يصلح الإنسان طالب علم لا يقرأ كتاب التوحيد ولا يقرأ صحيح البخاري ولا صحيح مسلم ولا يقرأ منهاج السنة ولا يقرأ يعني عمدة الأحكام أو العمدة في الفقه أو غيرها من الكتب. هذه ينبغي طالب العلم هذه يمر عليها سريعا، يقرأها كثيرا وليس مرة ولا مرتين، الله المستعان.